معلش. الله يحييكم، يا مرحبا. طيب بشكل سريع في 60 ثانية، زين، وأنا بحسب 60 ثانية بالضبط، أقول سؤال وأبغى إجابته تنكتب. اللي ما مع قلم بنعطي 60 ثانية استثنائية بعد شوي. طيب أنت الوحيد اللي ما مع قلم صح؟ طيب مو مشكلة. خلاص اكتب بالطباشير، هي كلمة بسيطة بتنكتب، معلش. طيب سؤال وأرجو أنه يعني ما أحد يشوف الثاني في الإجابة، زين؟ سؤالي فريق طويق، شو رايكم فيه؟ مكتب؟ لا 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 لا، مو بالإجابة، يعني أول شيء فريق طويق شو رايكم فيه؟ خصم مرة سيء. لا لا، خصم منافس شريف. منافس. طيب من هو الشخص اللي في طويق ودكم يطلع؟ اكتبوا اسمه ولا أحد يشوف الإجابة تماما، ولا أن تعرض الإجابة على أحد، ولا أعرف مين كتب هذه الإجابة. لازم 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 لازم، أو انسح من البرنامج. شيك خلاص. يلا 60 ثانية ترى بدت. إجابة صعبة. صفطها ولا خلاص؟ صفطها عشان أنا ما أعرف مين كتبها أصلاً. ولا تكتب اسمك، وخصوصية تامة جداً. ما أكتب اسمي؟ لا تكتب اسمك. تبي تكتب اسمك عشان أعرف إنك تكره فلان؟ لا. طيب خلاص أعطنيها. بس اكتب لي اسم الثنائي. ها؟ يعني اكتب اسم الثنائي عشان ما اسم، يعني اسمين عشان أعرفه. لا تقول محمد، يمكن في اثنين محمد، مدري. ما مثلا يعني. مثلا أنا أقول. يا أخي أنا عرفت. لا خليني أتعلم ليه. لا 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 لا. سكة 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 سكة. تخيل الاسم. كلنا عرفنا. خلاص تفضل صدق. انتهت 60 ثانية، أعطيني إياها. تفضل. الله يحفظك، شكرا لك. عفوا لك يسر. يعطيك العافية، شكرا لك. يلا يا ياسر. كتابة 3D. مرة مو صعب الموضوع، مش كافي حتى الطباشير. خلاص خلاص بتصح يا صفطة، شو صفطة؟ أنا أحسب فيه صح. أعطيني، كتبت؟ في أحد ما كتب يستهبل؟ في أحد ما كتب؟ كلكم كتبتوا صح؟ نعم. بس أنا موضوع. ما يعني ما أبغى، والله المشكلة أنا صراحة الثقة. عبد العزيز مين كاتب؟ قصدي خالد مين؟ اكتب اسم ثنائي. وانت كاتب ياسر. ياسر مين؟ اكتب اثنين. اقسم بالله العظيم اسولف هندي انا. انت من طويق؟ اي يا اخي. هذا ما في احد في طويق اسمه ياسر. اعطيني اعطيني. اطقطق مثال، يعني انا اقول مثال، اكتب اسم ثنائي يا اخي. خلاص طيب انا هنا كاتب. استغفر الله العظيم، والله انكم انتم مو طبيعيين صراحه. انت خلصت؟ انت كاتب ثنائي؟ عرف كل ما من. لا والله ما عرفت، ماني مركز، يمكن الجمهور يعرف بكيفه. مين اللي كاتب اسم واحد؟ انا كتبت ثنائي. في واحد انت كاتب اسم واحد؟ ايه. اكتب اسمين معلش. اسمين؟ ايه. لا مو فلان الفلان. مو بان مو بان. اسم ثنائي، هذا مو بانت؟ لا لا. الفلان الفلان. مين اللي كاتب بس اسم واحد؟ قصدي اسم الشخص هذا من هو؟ انا ما اعرف هذا من هو. والله يا شباب انكم مو طبيعيين صراحة. اخلص مو اختبار هو. ما عرفت يا اخي، هو واحد اللي كتبت اسمه كامله وشو اسم عائلته؟ استعاره بطيء، هو عارف كذا. ما تعرف؟ ما اعرف اسم عائلته. ذكرني في اسمك؟ فهد. فهد؟ ونعم. والله العظيم اني ما اعرف والله. طيب خلاص لا تحرف. خلاص خلاص انت بنفسك مستني. خلاص اعلمك. الكل سلمني؟ شكرا لكم. بس كذا؟ خلاص الله يسعدك. انتظرك على حرف لام يا خلاص. رجعوها رجعوها، بيجيكم الاداره الان يعطيكم بعض الطلبات المهمه جدا. ليه كنت مقفل الباب؟ عشان ما كنت شاده. الله يهديك. طلبات طلبات شنو؟ نكبك انت. ايش عندك في البرنامج؟ اكتب بالطباشير. لين متى؟ بروح اشرب موية. هم عاد نفس السؤال هناك. حمد بنسوي. لا لا ما بيروح هناك. الا لا لو كان بيروح هناك خبر. يا ثقيل. عنده مقلام؟ لا ما عنده. والله عنده. اسمع اسمع. انت بنسوي فقره هناك و انا عندي فقره لكم. الحين؟ لا مو الحين. بعدين. لا الحين الحين فقره تمثيل. عيال ترى منشد وشاعر وممثل ومقلد اصوات. ايه يا وجهه وساكت. يحتاج لك وقت، يحتاج لك وقت عشان ممكن تخلوتني من هنا. ترى هذا مو بعيب عادي، ترى برضو لكن انك تكبر وتصعد الامور داخليه. حطوا عليه تكفهم عليهم بس يعني بالمشاكل هذه، مو قد هنا بالمشاكل اللي قد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشرون عنكم. الله يبشرك. عساكم طيبين يا حبيبي. ممكن كل واحد مكانه وتفرقون الكراسي شوي، ممكن كذا تجي. اي ما في مشكله. تفضل. تفضل. مع قلم؟ مع قلم؟
شكرا. نبغى قلم زياده بس شباب بعد اذنكم. معك قلم؟ لا. طيب معلش باقي ثلاثه اثنين ما عندهم قلم صح؟ ها؟ طيب انا بقول لكم سؤال وابغى اجابته بشكل سريع في 60 ثانيه علشان عندنا اشياء واجد. طيب خليك تكتب في الطباشير. ايش هذه الادره؟ يلا ليت معلش تكتب في الطباشير معلش لان بكتب مره جمله بسيطه معلش ها تحمل لي. طيب فريق همه ابغى تكتبوا لي اسم واحد ودكم انه يطلع من الفريق. من فريقنا الاسم الثنائي له يعني الاسم الاول خالد ابو محفوظ تمام؟ واحد من فريق همه ودكم انه يطلع ولا تكتبون اسمكم ولا شيء. يعني ما اعرف انت وش قلت. وين يطلع؟ صفطها ولا راح اعرف. هذا سؤال صعب طيب. ما راح احد يعرف من هو. السؤال صعب. كلهم غالين عليه. السؤال صعب. كيف؟ كلهم غالين عليه. ما له دخل. وين يطلع؟ هناك مباشرة ترى اختاروا بدو يعني موضوع اخذ منه 60 واللي يمتنع طيب. ما حد تردد ولا حد استحى ولا حد. طيب وين يطلع؟ فانت بلا تصير ها؟ يطلع وين؟ يطلع يروح يتمشى. زين يتمشى خلنا نختار الاسمي يا استاذ صقار يطلع من البرنامج نخلص منه يعني اعوذ بالله لا ماني كاتب يلا بدل الوقت والله عشان ما معي وقت انا معلش الاختيار يكون بناء على تاثيره انه عنصر فعال في فريق همه او بناء على ممكن انه منافس قوي ما ودك كمنافس او كشخص مؤثر عليك في برنامج موذيك يعني بالاخر ممكن كذا ممكن كذا عادي اجباري ممتاز هذا الكلام اجباري الاسم اي اجباري اقول سالفه عاديه لا 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 بس اكتب لي الاسم منه بس ما كتبت يعني خالد ابو محفوظ اكتب لي هنا خالد ابو محفوظ ابغى يطلع من برنامج ما كتبت انت ايش كتبت ما يصير يا اخلاق انت اكتب لي على الجهد لا لا ما له دخل اكتب لي اسم الثنائي معلش معلش عاد يعني لحظه ما كتبت هنا كتبت كتبنا اجل اسم الثنائي ممكن ما اعرف ايه خلاص خلاص انتم ايش فيكم ما تعرفون بعض ايه والله جد سامي بس اللقب هناك قايلين اسم هنا اسمه خالد ابو محفوظ ولا خالد محمود يعني عادي اللقب يعني اسمه اسم عائلته موضوع بسيط شكرا لك واسف شغلتك وصخت يديك خلصت سام بس 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 اشوف انا شيء وراك طيب ما ابي الحين ما وده عادي فتنه اسمه الثنائي تكفى عادي 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 طيب اسمي انا الثنائي كتبت اسم الرجال الثنائي اي بس سمي. انا شرحي صعب تفضل لا مو قلت لك كاتب السبب لذكاء ما راح تقرا ما تخاف داري والله اللي في خاف لا 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 ما كتبت اللي خاف خلاص خلنا معك مو مشكله بقى احد صقار كتبت اسم الثنائي والله طيب. ما ودي بس يلا يا قلبي طيب شكرا لكم بيجوكم الاداره الان يطلبون منكم بعض الطلبات عشان تنفذونها تمام؟ طيب شكله يلعب علينا ما حد كتب عادي 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 نرجع لمحور حديثنا وش كنا نسولف فيها يا اخوان؟ كنت اتكلم على علم الفراسه وعلم النفس اي الفراسه لا عادي اي لا كنا نحلل الشخصيه علم الفراسه لا تاكل الشخصيه لا تاكل القلم يا ابن الحلال بس ابي اكمل هذا بس عبد العزيز تحليل شخصيتك صحيح؟ لا بس ممكن لا بيني وبينك طبعا انا قلت لك حاجات ما وضحت طب انا دقيقه تخبصون ما قلتوا لي شيء خلاص عليك لين ساعه النقر قاعد تسكت قلت رؤوس اقلام ما فهمت شيء انا بفهم وش تفهم علموني وش لطيف جميل حلو يا خاص انت تدري والله عليك انك تحبني حددت